يا حكومة يا حكومة أولا وأسومونا فداك أبي وأمي يا رسول الله 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 حكوها والله ما احنا ساكتين والله ما احنا ساكتين حقنا بينا فرض وجه والله ما احنا ساكتين حقنا بينا فرض وجه والله ما احنا ساكتين حقنا بينا فرض وجه مش هنمشي لو عايزين نتكلمش حقوها واحنا نمشي يا عزيزة ما نتكلمش حقوها واحنا نمشي مش هنمشي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا رسول الله إلا رسول الله يا اخوان لو سمحتوا لو سمحتوا ارتاحوا ارتاحوا الله اكبر محاكمة زعيمة الشعب يريد محاكمة زعيمة يا محمد صلى الله عليه وسلم دي على الجزيرة دي على الجزيرة الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي النبي يا اخوانا يسلم صلى الله عليه وسلم ممكن نسمع يا اخوانا شوية معلش ممكن نسمع بس عايزين ننزل لو سمحت يا جماعة اقعد كده بهدوء يا جماعة انا احب ان ارى عليه سيادة السلام اقعد مكانه وكل حاجة الا تماله لو سمحت كلنا مسلمين الحمد لله موحدين بالله اقعد كده مكانكم لو سمحتوا لو سمحتوا يا رجالة كل واحد كده مستريح عليه اقعد مكانه انا احب ان ارى عليه سيادة السلام اقعد مكانه وكل حاجة لكم ان شاء الله تقبلت ان شاء الله تتحاكم لا حد يضرب في حاجة طول ما احنا معايا ربنا ما بنخافوش احنا معايا ربنا الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونصلي ونسلم على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين يعني مش للمسلمين بس لسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ومن رحمة النبي عليه الصلاة والسلام